الحمد لله رب العالمين، الحمد لله عم الخلائق رأفة وحنانا، تجري الرياح بأمر الله فتنبت أشجارا وأغصانا، وبيوتا جعلت لنا سكنا، وجبالا جعلت للبدو أكنانا، وسرابيل تقينا الحر ناعمة، وسرابيل تقينا بأس الذي عادانا. خلقنا من نطفة منيت من الأصلاب فكانت الأرحام مثوانا، غزينا من غير جهد ولا تعب فتكامل الخلق بإذن الله صورا وألوانا. خرجنا إلى الدنيا ولم نعقل شيئا ولم نبصر والغير سمانا، نحبو رويدا رويدا وعين الله تكلأنا، والأب يسعى والأم ترعانا، حتى إذا القوى فينا قد اكتملت عصينا ربنا جهلا وعمدا وخطأ ونسيانا. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وشفيعنا محمد عبد الله ورسوله. إن شئت من بعد الضلال تهتدي صلي على الهادي البشير محمد، يا سعد من صلى عليه فإنه يحوي الأمان والنعيم السرمدي. يا قومنا صلوا عليه وارفعوا أصواتكم، يغفر لكم في يومكم قبل الغد، ويغصكم رب الأنام بجنة في الحشر يوم الموعد. صلى عليه الله في عليائه ما لاح في الآفاق نجم محمد. اللهم صلي وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن سلك طريقه واقتفى أثره إلى يوم الدين، أما بعد. بداية طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، وبالنيابة عن أسرتي العروسين نتقدم بخالص الشكر لكل من لبى دعوتنا. وبالأصالة عني وعن إخواني، جئنا لنشارك أخا فاضلا عزيزا على قلوبنا جميعا، فضيلة الشيخ إبراهيم طلعت شليبي في عقد زواج شقيقته. أسأل الله تبارك وتعالى أن يؤدم بينها وبين زوجها على خير، وأن يبارك لهما وأن يبارك عليهما، وأن يجمع بينهما على خير، خير ما نبدأ به حفلنا آيات بينات يتلوها علينا علم متفرد من أعلام التلاوة بجمهورية مصر العربية والقنوات الفضائية، فضيلة الشيخ محمد عبد الجواد محرم، فليتفضل مشكور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج لك من الناصحين،
فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين وجاء رجل من أقصى المدينة يسعي قال يا موسى فاخرج إني لك من الناصحين فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء شيخ كبير فسقي لهما يا رب يا رب يا رب يا رب
ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين فجاءته إحداهما تمشي على استحياء تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك قالت إن أبي يدعوك ليجزيك
فقص عليه القصص قال لا تخف. فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين. قالت إحداهما يا أبت استأجر إن خير من استأجرت القوي. قال إني أريد أن أنكحك إحدى بنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج. فإن أتممت عشرا فمن عندك وما أريد أن أشق عليك. وما ستجدني إن شاء الله من الصالحين. وما أريد أن أشق عليك ستجدني إن شاء الله من الصالحين. صدق الله العظيم.